السلام عليكم السادة أولياء الأمور. في الفيديو ده هنتعرف إزاي ندخل على المنصة التعليمية من حساب الطالب على منصة وينجيجو لتصفح المواد الدراسية. عشان نوصل للمنصة التعليمية لازم عندنا كذا طريقة، والحقيقة في أكتر من مستخدم للمنصة. يعني بالنسبة لحضراتكم هيبقى في عندنا حساب خاص بولي الأمر وحساب خاص بالطالب. إيه الفرق بين الاتنين؟ طبعا الطالب بيدخل للمنصة علشان خاطر يشوف الدروس بتاعته ويشوف الواجبات اللي عليه ويحلها ويبعتها للمعلمة أو المدرسة. ولي الأمر دوره متابعة أكتر منه، يعني لأن ولي الأمر مش هيحل واجب وهكذا، لكن هيبقى دوره أكتر متابعة بحيث يعرف إيه الواجبات أو إيه المناهج اللي موجودة عند الطفل، هل حل الواجبات اللي عنده ولا لأ، هل في واجبات مطلوبة منه لسه متحلتش أو اتسلمت، يعرف الغياب اليومي للطالب، غاب كم يوم في الشهر ده وهكذا. فإذا دي من الحاجات المهمة جدا أو الأدوار الأساسية اللي خاصة بكل طالب، سواء كان بالنسبة للأكاونت الخاص بالطالب أو الأكاونت الخاص بولي الأمر. طيب أنا دلوقتي هننتقل طبعا بين الكمبيوتر وبين الموبايل، لأن أنا ممكن أدخل من على المنصة سواء من الموبايل أو سواء من جهاز كمبيوتر. الإيميل بتاعي كويس، وهيطلب مني باسورد. زي ما قلت لحضراتكم إن إحنا عندنا دلوقتي عندي نوعين من المستخدمين، اليوزرز، الأول اللي هو ولي الأمر وبعد كده عندي الطالب. كويس، طيب خلينا نبدأ بالطالب الأول. ماشي، يفضل علشان أدخل بحساب الطالب إن أنا أدخل من المتصفح سواء من الموبايل أو سواء من كمبيوتر، بس طبعا كمبيوتر هيبقى أفضل لأن الشاشة هتبقى أكبر والمعلومات هتبقى أوضح يعني. طيب أنا دلوقتي دخلت أهو على المنصة. احنا بعتنا لحضراتكم الايميل الخاص بالطالب اللي هو بيبقى شبه زي ده كده، كود رقمين وبينهم علامة الداش في النص دي at egs.com. كل طالب في المدرسة عنده ايميل زي ده، واحنا بعتنا لحضراتكم الايميلات الخاصة بالطلاب موجودة في الورقة اللي احنا بعتناها مع كل طالب. اذا دلوقتي اصبح لكل طالب ايميل في المدرسة. الباسورد بتاعت الاكونت ده كلها ثابته، احنا كاتبينها برضو في الورقه. ممكن تغيروا الباسورد وممكن تخلوها زي ما هي، بس يفضل تخلوها لسبب، لان ممكن تنسوها في اي وقت. كويس، وبعدين نضطر ان احنا نعمل استرجاع لهذه الباسورد للباسورد التاني وهكذا، تبقى لفه طويله. فيفضل تخليها هي نفسها زي ما احنا بعتينها عندكم يعني في الورقه. طيب انا دلوقتي دخلت بحساب الطالب، كتبت الايميل، كتبت الباسورد اللي احنا كاتبينها في الورقه، هدوس على كلمه لوج ان. اول ما لوج ان عندي هنا ادخل على الموقع، هيجيب لي الصفحه الرئيسيه زي ما انتم شايفين. طبعا هيكتب هنا اسم الطفل ويكتب التاريخ، وهيبان عندي هنا على اليمين فيه تبويب موجود على اليمين او شريط ازرق كده موجود على اليمين، او لو بالصفحه بالانجليزي هلاقيها على الشمال، بس انا عندي هنا الصفحه بالعربي فلاقيها عندي على اليمين. في كام معلومه كده ممكن ناخدهم من الشريط الازرق ده. مبدئيا ان انا ممكن اغير الصوره، لو انا ما عنديش صوره للطالب يفضل ان انتوا حضراتكم تحطوا صوره. طبعا مش هتلاقوا صور دلوقتي للطلاب الجدد، يعني اللي عندي مثلا في كي جي 1 مش هلاقي صور، والطلبه اللي هم لو في طالب منضم حديثا يعني للمدرسه مش هلاقي ليه صوره. فعلشان احط صوره للطالب ارفع صوره للطالب، باجي عند الصفحه الشخصيه، بقف هنا عند الصوره الاول، هيطلع لي التبويب الفرعي ده، هدوس على كلمة الصفحة الشخصية، هيجيب لي الصفحة الشخصية للطالب، وهضغط تحت هنا على كلمة تغيير الصورة أو إضافة صورة. بعد لما أضغط عليها هيقول لي الصورة موجودة فين، هحمل الصورة من على الكمبيوتر، وبعد كده هدوس على كلمة حفظ وهتبان عندي كصورة للبروفايل زي الفيسبوك بالظبط، صورة للبروفايل الحساب. طيب نيجي بعد كده على الخطوة المهمة، إزاي أوصل للمناهج التعليمية. عندي هنا بالنسبة للمناهج التعليمية، لو أنا رحت على الصفحة الرئيسية بتاعتي هلاقي عندي هنا المقررات الدراسية، كل المواد اللي بيدرسها الطالب في المدرسة. فلاقي عندي هنا مثلا العربي، هلاقي ارت، انجلش. كويس، وطبعا الانجلش ده بيبقى جواه المنهج اللي هو الانجلش كونكت وكونكت بلس اللي هو المستوى الرفيع. لو نزلنا تحت شوية هنلاقي هنا الماث، وهنلاقي المالتي اللي هو ديسكفر مادة اكتشف، هنلاقي الميوزك
وهنلاقي تربية دينية كويس، وهنلاقي في حاجة اسمها parent participation، دي حاجة خاصة بالتوكاتسو لمشاركة أولياء الأمور. يعني ولي الأمر لما بيجي عندنا المدرسة بيعمل أي ساعات تطوعية احنا المفروض بنسجلها هنا، وعندي هنا البي اي برضو الألعاب ليه مقرر أو ليه مكان تقدروا تدخلوا تشوفوا الطلبة بيعملوا إيه في حصة الألعاب. طيب تعالوا نشوف مثلا مثال احنا عندنا في العربي، اللغة العربية، أضغط هنا كده. لما دخلت عند المقرر بتاع اللغة العربية، ده مقرر اللغة العربية جريد 2 سنة تانية ابتدائي، أبدأ أتصفح بقى الموقع أشوف داخل المقرر نفسه فيه إيه أو المنهج نفسه. نمسك تبويب تبويب كده، التبويب الأولاني هنا دوت اللي هو الصفحة الرئيسية للتواصل بين المعلمة وبين الطلاب، كويس؟ فمثلا المعلمة لو هي كاتبة ترحيب بالطلاب او معلومه او اعلان بيبقى موجود في الصفحه الرئيسيه دي، يعني دي احنا ممكن نسميها كده زي الجروب بتاع الواتساب، اللي هو احنا بنتواصل فقط للتواصل من خلال هذه الصفحه، وبينشا زي محادثه كده او حوار بين المعلمه وبين الطلاب، كويس؟ ممكن مين يضيف هنا؟ ممكن المعلم يضيف، ممكن الطالب يضيف، يعني يضيف مشاركه او يضيف معلومة أو يضيف صورة أو يضيف زي ما أنتم شايفين هنا ملاحظة صوتية أو يضيف ملف، لو عاوز يضيف أي ملف برضه ممكن يضيف أي ملف وهكذا. فبالتالي سهل جدا إن دي تبقى صفحة التواصل بين المعلم والطلاب. طيب نيجي بعد كده على المنهج نفسه بقى، موجود فين؟ موجود داخل تبويب الخطة. لو ضغطت هنا على الخطة هلاقي هنا الموضوعات بتاعة المنهج الدراسي، وهلاقي المحتوى. المحتوى هنا هيتغير طبعا وهيزيد مع تقدم الطلاب في الدراسة أثناء الترم يعني، فهنلاقي فيه دروس موجودة، وهنلاقي فيه فيديوهات، وهنلاقي فيه الصور فيها شرح للمنهج الدراسي وهكذا داخل هذه الموضوعات. المحتوى طبعا بيبقى مقسم حسب الدروس وحسب الفهرس اللي موجود في الكتاب بتاع الطالب. فاذا لو انا عندي مثلا الموضوع الاولاني بيتكون من 5 دروس، فنلاقي هنا الموضوع الاول، الدرس الاول، الدرس الثاني، الدرس الثالث وهكذا. وهنلاقي مع كل درس لو فيه ليه واجب هنلاقي فيه واجب. يعني مثلا هنا في درس مثلا، ده نموذج يعني لدرس تكوين كلمات في الصف الثاني الابتدائي، في صوره فيها مجموعه من الاحرف، ومطلوب ان الطالب في هذه الصوره ان هو يكون مجموعه من الكلمات. وهتلاقوا هنا في شرح، يعني هي الصفحه دي الاساسيه موجوده بخصوص الشرح. طيب افرض لو فيه واجب موجود المفروض الطالب يحله، هنلاقيه موجود في الانشطه داخل التبويب بتاع الانشطه. هنا موجود ادي طبعا ده نشاط المفروض الطالب بيحله، وطبعا ده اجمالي صفر صفر درجه، ما هو ما جابش لسه ما حلهوش، ومكتوب هنا لم يتم التسليم بعد، الطالب لسه ما حلش. فهضغط على العنوان بتاع النشاط علشان ابدا احل الواجب وابعته للمعلمه. فمكتوب هنا في مرفق يعني، ولازم اشوف المرفق ده لان هو اللي فيه الاسئله. مكتوب ضع دائرة حول الأحرف التي تكون كلمات صحيحة في من كتابك. إذا الصفحة دي موجودة في الكتاب، والمفروض إن الطالب هيحل الصفحة دي في الكتاب، بعد كده قم بتصوير النشاط بعد ما يحل الواجب في الكتاب، هيصور الصفحة ويحمل الإجابة في المكان المخصص اللي هو نختار ملف في المنطقة دي. طيب تعال نشوف إيه هي الصفحة اللي في الكتاب اللي المفروض الطالب يحلها. لو ضغطنا عليها هيقول لي ابدأ حملها عندك، فأقول له أنا سيف حمل، افتح الصوره اشوف ايه الموضوع. ايوه مطلوب ان انا اكون هنا 3 كلمات او 4 كلمات من هذه الاحرف. طيب شكرا، خلاص انا كده عرفت المكان فين في الصفحه في الكتاب. بدات ان انا اصور بقى، خلاص حليت في الكتاب وهصور الصفحه بعد ما انا حليتها. اضغط على هنا اختر ملف، اضغط عليها بعد ما حليت خلاص وصورتها، واجي مثلا عند الصوره ونفترض هتبقى دي هي دي الصوره، اضغط عليها لحد لما اتحمل خلاص لحد الاخر، كويس. وهنا لو عايز اكتب تعليق او عاوز اسجل ملاحظه صوتيه للمعلمه، لو افترض مثلا ان الطفل صغير هو ما بيعرفش يكتب، فهخليه يكتب يقول ملاحظه صوتيه، يعني اضغط له انا على العلامه دي وهو يسجل بقى بصوته رساله عايز يبعتها
للمعلمة، وده حاجة اختيارية يعني. لو مش عاوز يكتب أو مش عايز يقول حاجة ممكن ما يعملش كده، مش شرط يعني. هلاقي تحت على الشمال هنا كلمة سلم، أضغط عليها كده، أنا بعت إيه، بعت الواجب. كويس. بعد كده الواجب ده بيوصل للمعلمة على الصفحة بتاعتها من الأكاونت بتاع المعلم، والمفروض المعلم بيصحح وبيدي درجة للطالب بناء على الواجب اللي هو حله. وهكذا بيتم لكل المقررات الدراسية الخاصة بالطالب. كل لما عاوز انتقل بقى من مادة لمادة، فبضغط على علامة البيت اللي هي موجودة على اليمين دي، وانزل تحت مثلا اشوف الانجليش، ولنفترض مثلا ادخل على صفحة الانجليش برضو. المقرر دي المكان الخاص بالطالب والمعلمين. فالمدرسة مس منار بتقول لهم hello everyone, our lesson for today unit 1 lesson 1 family members pages 6 and 7. يبقى دي الصفحات اللي المفروض اللي هياخدوها الطلاب او اللي درسوها الطلاب. فمثلا هنا الطالب عاوز يكتب تعليق للمعلمة بعد لما هو قرأ النوت دي او الملحوظة دي، عايز يكتب لها اي حاجة، يقول لها مثلا thank you خلاص، ويضغط على العلامة بتاعة الإرسال دي، هيروح دايس عليها كده، هتروح له الرسالة بالاسم وتبان عند المعلم. دي طريقة للتواصل. وطبعا ممكن إن احنا الطالب نفسه يضيف بقى منشور جديد بقى هو باسمه يبان هنا خلاص. لو فيه واجبات المفروض إن الطالب يحلها بتبان في الصفحة الرئيسية هنا، الطالب بيعرف يعني اول ما بيدخل وهكذا. طبعا الطالب عايز يعرف مين زمايله اللي معاه في الفصل في الموجودين على المنصه يعني. فهنا الاعضاء هنلاقي معلم الماده مس منار، وهلاقي الطلاب اللي موجودين في الفصل كلهم موجودين هنا. هتلاقي في طلب لهم صور، طلب ما لهمش صور برضه. ممكن بقى اولياء الامور يضيفوا صور للطلاب بالمكان ده. طيب دي الطريقة اللي احنا بنتصفح بيها الطالب. خلي بالكم احنا دلوقتي بنتصفح بين اكاونت الطالب، دي الطريقة اللي هو الطالب بيتصفح بيها المنهج الدراسي كله، كل المقررات الدراسية بتاعته، بيشوف المحتوى، بيحل الواجبات، بيبعتها للمدرس، بيتواصل معاه من خلال الصفحة الرئيسية للمقرر. طيب دلوقتي انا دخلت على الموقع النهاردة كطالب، وعايز اعرف ايه اللي حصل اخر حاجة على الموقع او في كل المواد الدراسيه. فيقول له منذ اخر دخول لك تم نشر هذه التحديثات. دي عامله زي ايه؟ زي نوتيفيكيشنز او الاختراقات اللي بتيجي على الفيسبوك. كويس. بتيجي هنا كمان مكتوبه، يعني بتيجي في مكانين، المكان اللي فوق علامه الجرس دي. كويس. دي الاشعارات، فبتيجي هنا وبرده بتبقى مكتوبه هنا، مكتوبه. فممكن مثلا انا اروح على الدرس على طول، يعني مثلا بدل ما افتح المقرر وبعد كده افتح الخطه وبعد كده اشوف الدرس فين، لا اضغط هنا مباشره عشان خاطر اوصل للشرح مباشره، الحاجه اللي المدرسه وضعتها على المنصه مباشره. طيب اذا هنا عرفت النوتيفيكيشنز. هنا فيه بقى المحادثات والرسائل. لو انا عاوز اكلم حد من المدرسين او عاوز ان انا اتواصل مع حد من زملائي برضو من خلال المحادثات دوت. الاعلانات بقى اللي هي بتوصلني من اداره الموقع، اي اعلان جديد خاص باي معلومه. مثلا لو احنا على زي على الواتساب كده بقول لكم يا جماعه احنا عندنا فيه محاضره للتعريف بالموقع، فبدل ما ابعتها على الواتساب ببعتها هنا، وبتظهر عندكم بيبان لكم هنا على علامه الميكروفون دي، بيبقى فيها رقم كده مكتوب فوق بحسب عدد الاعلانات اللي انتم ما شفتوهاش. مثلا لو في اعلان او اعلانين ما شفتهمش، فبيبانوا هنا الارقام بتاعتهم، وتقدر من هنا انك تشوف ايه اللي مكتوب او ايه الرساله او ايه الاعلان بالظبط. تمام. دي الطريقه اللي احنا بنقدر نتصفح بيها المنصه من خلال اكاونت الطالب. اذا